وسهلا فيكم بلقاءات الأسبوعية بلقاءات أخرى تستحق الانتشار. مثل ما دائما نحاول نحط نشوف وين وصلنا ضمن سلسلة لقاءات. فبتتذكروا كنا عم حكينا أول شيء عن أهمية الأوبن سورس والتعاون، كيف عم نقدر نشتغل شغلات كثير كبيرة خارج إطار المؤسسات، وبعدين بلشنا نحاول ننتقل من ويكيبيديا ولينكس. حكينا عن تطبيقات الأوبن سورس بمجال الآخر مرة كان بمجال وقبلها كان مجال الطب ومجال الطب والهاردوير. فاليوم إن شاء الله نحن حيكون حديثنا عن تطبيقات جديدة بكيف نحن نتبادل السلع والخدمات من خلال الاستهلاك التعاوني، اللي حتقدمه اليوم إن شاء الله منار دوامي. تفضل. السلام عليكم. منار دوامي سنة رابعة اختصاص محاسبة، هذا أصعب اختصاص وفكرة. هلا اليوم نحكي على الاقتصاد التعاوني المفتوح المصدر، يعني هذا جزء ابنه الصغير للعتاد المفتوح المصدر اللي نحن صرنا بويكيلوجي عم نحكي عنه وبدنا ندخله لمجتمعاتنا. أول شيء بالنسبة لهذا الموضوع لفولتك. هلا أنا صار معي رفيقتي قصة واقعية، إنه هي موبايل انتزع وهي يأست منه ما تروح تبلش بقى بالتصليح وتروح وتنزل وهيك، وقف بغمضة عين وقعته بزبالة، هيك خلص كبته بزبالة وما عاد بدها اياه، واشتريت ايفون وحياة جديدة. فبيجي عامل النظافة وتحديدا تبع اكسسوارات المزة وبيدور وهيك، وقف بيلاقي هذا الموبايل، فهو بيحتار شو بده يعمل فيه، انه مفكره انه شغال وهيك، يعني انه شو هالترف انه يتكبه لانه منزوع. فبيلاقي شاب ماشي بهالاتصالات، ما الله يخليك الله يوفقك، طب اشتري مني، يعني مفكره شو شغله، قال له طب جبر له بخاطره اعطاه فليره واخده. المهم بعد ما صلح شاشته وهيك، بيلاقي دليل التليفونات وبيلاقي تليفون قرايبته فيه، وبيطلع هذا الموبايل لرفيقه قرايبته بيقول له والله تعال شوف في رقمك، شوف في المسجات، شوف في كل شيء موجود فيه. فبيرجع لصاحبته هالموبايل وبتنصدم انه صار تصلح وما في شيء وصار لحدا تاني، وخلص يعني قاعده حاله، يعني انه انا يا ريتني لا كبيته ولا شيء وخلص يعني. فشو صار بعد هالفكره هي؟ هلا اذا بده يضلوا كل العالم هيك يعملوا، تخيلوا انه بده يصير ارتفاع جبل كله قمامه اوكي garbage truck. يعني مثلا انا كبيت هاي الشغله، انا يأسان اني صلحها او يأسان اني بعدلها مع حدا، بيطلع ارتفاع جبل ايفرست، قمه ايفرست. طب هلا هون نحن كولابوريتيف كونسبشن، هذا الرمز تبعه طبعا هو مفتوح المصدر. هلا بدنا نحكي بقى عن البدائل اللي بنشتغل عنها، حاجه بقى نحن نشتري شغلات جديده، وبقى الطبيعه اللي بتقول لنا حاجه بقى بتصنيع انا ما عاد اقدر اعطيكم، ويصير معنا مشكله اقتصاديه بيوم من الايام نحن ما عاد نقدر نلاقي بدائل ونلاقي شيء نحن متعودين عليه. هلا هون نحن ليش ما بدي هلا هون لما شفنا فوق، انا ما بدي موبايلي، انا ليش ما اعطيه لحدا يصلحه ويستفاد منه، ويمكن يكون شغله كثير عظيمه. يعني حتى مثلا انه هون هذا المفك، ما بعرف هدول يا جماعه الهندسه الميكانيكي، انه انا بدي استخدمه يمكن 3 مرات بحياتي، او انا مثلا لتصليح شغله، انا ليش اشتري؟ ليش ما بادله؟ ليش انا ما استعاره من حدا او يعني قايضني عليه استفاد منه بالحاجه والرغبه اللي داخل هذا الشيء، وما اشتري ويكون لي ملكيه فيه. شو صار هون انا لما كبيت بقى عالم ما عاد استفادوا منه ابدا. طب انا ليش انا محتاجه مثلا كت كتاب مثلا، وهذا الموبايل انا ما بدي اياه او منزوع، انا قايد مع حدا تاني، وما تزيد هالقمايه اللي انا كنت عم بحكي عنها وتصير مشاكل. هلا نحن انتقلنا من ثقافه مي تو وي، بقى صرنا نفكر مو من منظور انا شخص لحالي عايش لحالي، اذا بدي انزل اشتري بشتري، انتزعت خلص لا فيني صلحها، بيقول لي الزلمه مصلح لا فيني صلحها ولا شيء، خلص ماتت قيمتها وما عاد فيني احيها من اول وجديد. فانا شو بدي اعمل؟ بدي انتقل لهون، هي البدائل اللي هلا عم تصير، بدي انتقل مع حدا ثاني بامكانه يجددها واستفاد كمان منه بشيء ثاني. حتى شوفوا بالسيارات،
اللهم اني اسالك نفسي. كل واحد معه سيارته ماشي، واذا واحد معتاز لمشواره سياره وما له قدره يشتريها، فهو بده يعلق بمشكله انه انا عجزت وما راح اقدر اركب هالشيء. فهالسياره الوحده اللي كان في 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اشخاص بدون ما حدا يمتلكها، كيف هلا بنشوف؟ هلا هدول الثلاثه اللي حكينا عليهم collaborative consumption هو عباره عن الاستهلاك التعاوني اللي نحن بقى رح ينصف شيء اسمه ملكيه وحيازه اللي كانوا من زمان، وبدنا ننتقل لمفهوم التشاركيه بكل شيء بحياتنا. طبعا هو اضخم موقع على ومنصة على شبكة الانترنت هو الاي باي، وثروتها تقريبا وتبادلاتها وتعاملاتها هي 500 بليون يو اس دولار. يعني تخيلوا ب 2009 هي الثروة طلعت، ما بتصدقوا انه كان اوروبا عم تشتغل بهالامور هاي ونجحت وعايشين على هالقصة، ونحن لهلا عم نشتري ولهلا عم نتكلف وعندنا حاجات وما عم نقدر نشبعها لانه نحن هاكلين هم هذا الموضوع مفهوم الحيازة. حتى الكتاب هي الفكرة انه بجامعات اوروبا خصوصا بانجلترا عاملين مثل بوك سوابينج، يعني انا بدي كتاب وراعيت على فكرة الجامعة انه انا طالب بده كتاب مو موجود عنده، هو عنده كتب قديمة قارية، فشو بيصير مقايضة بين الطلاب بين بعضهم جوات حرم الجامعة، وهذا الشيء بترعاه الجامعة. فهذا الشيء هن مبلشين فيه وكثير تطور بهالامور وتقدم. طبعا هذا موقع بوك موتش كمان 23,000 كتاب تم مبادلته لحاله، يعني هلا شوف بابريل 2010 هذا يمكن بيوم واحد 23,000 كتاب. تخيلوا بيوم واحد عنا كم كتاب فينا نقراه بيوم واحد؟ ورقه يمكن. هلا هذا اللانشير نحن يمكن ما كنا سمعانين عنه شيء. انا عندي ارض وانا ما عندي لا وقت ولا طاقة اني انا ازرعها وابني فيها مثلا ازرعها وتاجر، فبيجي واحد هو امله الوحيد يلاقي ارض ويحقق حلمه فيها انه انا هو يزرع ويعمل مثلا راعي اغنام او هالقصص هي بارض غيره، فهو بيعطيها ببلاش، فهو بده عمل ووقت شخص ثاني وبيبلش بقى بتصير له. هذا موقع طبعا تخيلوا انه وصل لهذا الموقع هذا الرقم 70,552 مشترك members of FAR، يعني مشترك في هذا الموقع واستفادوا من هالقصة وتشاركوا بين بعضهم. هذا الموقع بيأمن تواصل بين صاحب الأرض وبين الشخص المتعطش لحتى يبلش فيها. حتى تخيلوا طلاب المدارس الصغار بياخذوها الرحل، مو نحن بناخذهم على الغوطه مع الغوطه والقصص، انما بياخذوها ياخذوهم على ارض فاضيه ما فيها شيء ويبلشوا ياخذوا. حتى لك الولد الصغير لو تشوف الفيديو انه جزمه منزوعه حاطط فيها تراب وعم يزرع فيها يا جزر يا هذا، وكل اسبوع بده يروح لهنيك ويشوف مزروعاته وين وصلت، وطاير على الطلاب وعم يسالوا انا بسكم كيف تنزرع القصه، وبده يزرع اجباري بده يزرع. حتى الولد الصغير ما بيعرف يمشي يبدا بالكيجه عم ياخذوه. فمثل عنا فرصه عنا مزرعه يعني نحن مربيين فيهم يعني. هلا شوفوا تخيلوا الاسواق اللي عندنا بال 94 كانت 1755 سوق بيأمن تواصل الاثنين سوا. 2006 زاد لل 4385، 2009 5274 ماركتس، يعني سوق لتوافق الارض اللي هو ما له قدران يزرعها مع المتعطش لهالامور وللزراعه. شو هيك؟ هي ما انا رسمتها. هذا شخص على برنامج الرسام اللي عندي وعندكم خطط للمزرعه اللي بده يعملها على ارض واحد ثاني، فهو اشترك بهذا الموقع ولقى حدا يعطيه الارض القريبه منه ببيته، فهو يشوف عامل هون الاشجار وهون البحر وهون بيزرع هالاشياء هي كلها وحاطط لك المفردات مثلا انه هو هون البندوره مثلا وهالقصص هي. هلا يمكن انا اعتقد انه هذا ولد صغير وحاطط هالمخطط وجاي على المزرعه عم يسأل كيف تجيب البذور. هلا هون شو هذا اسمه البارك شيل. هلا هون الفكره انه مجموعه طلاب جامعيين قالوا انه نحن
عنا صعوبة بالتنقل ووسائل النقل كتير صعبة وفي أزمة وزحمة كتير. فشو عملوا؟ أنا عندي بسكليتة، هو عنده بسكليتة، فشو عملنا؟ صرنا نبادل بيناتهم مثلا إنه أنت روح على هذا المشوار بالدراجة تبعي ومنبادل سوا. بس لقوا وعنده كراجات في أماكن، مثلا إنه واحد وصل المكان بيخليها مثلا وبيكمل مشي مثلا لبيته. وصلوا لمرحلة إنه سرقوا كل الدراجات، سرقوا. فشو صار؟ قرروا إنه هذا الشيء غير مجدي، لازم يكون برعاية هذول طلاب حكومة، مالهم طلاب جامعة، مالهم مدعومين من الحكومة أو شيء. فالحكومة كتير دعمتهم بهالأمور هاي بإنجلترا، عملت لهم مثل مواقف هاي، وحتى حطت لهم بكل بسكليتة الجهاز اللي بيتبع موقع البسكليتة قبل ما مشان ما تنسرق. وبالتالي نجحت هاي القصة. هلا كل عملية بيكون أولها أخطار ومشاكل وفشل، بس بعدين يمشي الحالة. فمثل ما صار بهذا الموضوع هون، هاي البلدان اللي بتتعامل بهذا الموضوع بايك شيري، سوريا هون ما في ولا مسكت من الوطن العربي، ما في. هلا هون بهالفكرة هاي، غير الدراجات انتقلنا للزيت كار. هي شركة، هاي الشركة تعمل مثل كار شيرين، مو البايك شير. يعني ما تقولوا انه شغله بسيطه ومو غاليه، لا، حتى السياره بامكان الواحد ما له ماسك هيك السياره ومخبيها، لا، بده يعطيها. وتخيلوا انه اللوجو تبع، خلص صار السياره عليها اللوجو تبع الشركه وصار فيها كار شيرين. هلا هدول قرروا الجماعه يحطوا مفاتيح سياراتهم خلص خذوا المفاتيح، لانه انا ما عندي لا مكان صفي، والاماكن بروح عليها كتير قريبة، انا ما عم استفاد منها، واقفة وطاقة السيارة واقفة وما عم تتحرك. وبالتالي خذ هالمفتاح وفيد في غيري، مثل عم تخشوا يعني كتير في سيارات مصفوفة هون، وواحد بس بده شي سيارة بس تودي له مكان بعيد او جامعته البعيدة، الى جانب ذلك واحد تاني جامعته قريبة فهو ما راح يحط سيارته. هذا هو نفس الشيء. هلا هون عم يقولوا لنا انه المقارنه بين استئجار السيارات والتاكسي والقصص هي كلها بنفكر. هلا هو الوقت لما انا اخذ وسائل نقل عاديه اكثر وقت من لما انا اخذ سياره انا بذات نفسي اعمل لها انه انا اتقايض او استعار هالسياره من هالشركه، وقت اقل، مناسبه اكثر ومرنه اكثر. كمان هيك حتى صاحبين السيارات لما عطوا السيارات للشركه صار مثل ريجي، يعني صاروا يمشوا وانبسطوا وما عاد عجبتهم السياره وما عاد اخذوها مره ثانيه، خلص يعني وهبوها. وانا كثير مبسوط بالمشي، يعني انا عجبتني هالقصه. الواحد فكر انه هذا المشي انه يا الله انا بالسياره وبعيده جامعتي وما بعرف شو تاري، هدول عم يفكروا تفكير اخر. خلص خذوها سياره انا ما عاد بديها، اخذت الحاجه منها وانا بعرف سوق وعندي سياره وكل شيء، بس انا اخذت الحاجه الضروريه منها وخلاص. هي للشركه زيب كار مشان بستفاد فيها غير. كمان هون اول شيء جوين، الفكره انه جوين ريزيرف انلوك، خلاص مو لك درايف. بعدين هلا اعطوكي الشخص يلي بده يتعامل مع هي الشركه مسمينه زيبستر. انت زيبستر، انت زيبستر متى ما تعاملت مع هي الشركه. قالوا لك انه هو جنس حيادي. هي الكلمه جنس حيادي، هذا الشخص بيؤمن بتاثير التكلفه عم يقللها ويستفاد من هالميزات الكبيره بهي الشركه. هلا هون ب 2005 لما بلشت القصه كان شوفوا كيف الاعضاء كانوا كثير قلال، لحتى ارتفع ل 2011 وصلنا ل 2012 بهالسنة كمان نفس القصة عم تزيد. الأرباح الشركة بتربح، مالها مزاح نفس الموظفين اللي بالشركة ما بيربحوا، لا بيربحوا. تخيلوا إنه 186 مليون دولار ب 2010 و 242 صار ب 2011 الأرباح زادوا. هذا كله هاد هلا هون الربح بسيارة واحدة قد ايه بتربح؟ شركة زيب كار 59 مليون دولار ب 2010 كانت تربح، صارت 63 مليون دولار بالسيارة الوحدة. هلا هون الدول التي
تتعامل مع هالشركة، وأصلاً في شركات تانية ما لها بس هاي الشركة. تخيلوا إنه بالنورث أمريكا 3 بليون دولار مال هي الأرباح، هي إحصائية. حتى بأوروبا نفس القصة، إيشيا باسيفيك كمان 4 بليون دولار. نحنا ما بعرف قد إيه ربحانين فيها لأنه ما مو موجودة هون. هلا هو قالوا لك حتى الزبكار، مؤسسة الزبكار معتبرينها انه هي نموذج اقتصادي لحاله. هذا غير الانسان اللي احنا حكينا عنه كثير مستفيدين مشان هالقصة. هلا هون صار في اشتراك بين فورد وبين هاي الشركة، وحتى الفورد ربحت من هالقصة. يعني الفورد مو بس بتبيع، بتحط جزء من سياراتها بهي الشركة. هي مثال على السيارة اللي بتمشي بإنجلترا ومبينة مين هي. شوف اللوجو هون الزكار، هذا شخص ما بيمتلكه، هذا عامل وبتكلفة منخفضة جدا، أقل تكلفة لما أنا أمن على السيارة لما أشتريها، أقل تكلفة وقت صيانة السيارة، وأقل تكلفة أنا اشتريتها وفروغ مثل ما قلنا بحط لها كم صفر مثلا. هلا ما فيها القصص ابدا هنيك لانها التكلفه كثير منخفضه. هلا هون كنا اول شيء نشتري السياره، هدول الماركات المشهوره، بعدين نجوا بقى هدول السيارات، وصاحبين السيارات تعاملوا مع شركات زيبكار والجوجيت. الجوجيت كثير باستراليا مشهوره، هي الشركه الحصريه المحليه باستراليا، وهدول الشركات كلهم تبع الكار شيرينج. هيك لحتى بقى خلاص صار بي تو بي كار رنتل من شخص لشخص، بقى ما عاد في وساطه بين الاثنين. كمان هذا على موقع زيبكار كمان عم يصير. كل الفكره من اقتصاد مفتوح المصدر والاقتصاد التعاوني انه الوساطه اللي بين هذا الشخص وهذا الشخص بقى نلغيها، يصيروا الافراد بين بعضهم بقى يتعاملوا سوا. هلا بنشوف فيديو على انه بحياتنا العاديه انا وانت وغيرك بإمكاننا نتعامل بهذا. All around us, technology is helping to create new communities. New online services are providing the platforms to build trust between strangers and supporting a reinvention of old market ideas like swapping, renting, and lending. People are borrowing rarely used tools rather than buying them, swapping clothes they no longer need for new favorites, and sharing skills like trading sushi making for French lessons. In London, tourists and commuters have made 4 million journeys using the city's shared bike scheme in less than 12 months. And garden dating agencies like Landshare have matched more than 60,000 green-fingered people with spare gardens or fellow gardeners. These ideas are part of a growing movement called collaborative consumption. So what does all this mean for the world of public services? Nesta brought together a group of leading thinkers to explore this question and show how using technology to enable trust between strangers might help reinvent our public services. The group looked at successful projects like The Good Gym, a service in London's Tower Hamlets, which pairs runners with isolated, less mobile people in their area. Every week since signing up, Ben has run 3 miles to deliver a copy of the East London Advertiser to Sarah. The Good Gym makes both people useful and directs energy from where there's a surplus to where it's needed. And it's not just runners who can help their neighbours. Civic Circle is a new service in South London which helps older people share their time and skills with others in their area. The members put in a few hours each week or month to give practical help with things like putting up shelves, digging over the garden, or setting up a Facebook page. Along the way, members meet other people in their community, reducing isolation and building resilience, which helps reduce demand on services. What works for people's time can also work for their surroundings. The UK is full of spaces that aren't being used. Camden Shares is a time bank that allows those with space to exchange it for time and skills. One of its members, the Baobab Centre, run workshops in summer and need space to house them. University College London has masses of space. Through Camden Shares,
the Baobab Center gets the space they need and in return bring a new community into the university. All these ideas depend on the power of technology to enable trust between strangers. Technology has opened up new ways of collaborating that can make use of spare capacity in communities, matching millions of haves with millions of wants. If our public services could design ways to use that spare capacity, they could provide an alternative solution to some of our most pressing social challenges. Public services could be transformed from a provider of services to an enabler of participation and social engagement. To find out more about how to enable trust between strangers, visit nesta.org.uk/collaborative-consumption-resources. هلا مثل ما شفنا هذه الأمثلة الواقعية ومفهوم هذا الفيديو للكل لأنه كل شيء موارد أنا بين إيدي الأصول هلا ميزانيتي هي جواتها الأصول وكل شيء منكم حتى المال حتى الوقت هذول كلهم بقدر بادل فيهم أنا عندي وقت زايد أنت ما عندك وأنت محتاج حدا يساعدك أنت بإمكانك تتقايض معي فكرة الوقت فكرة المال وفكرة الأصول والأشياء اللي أنا ما لازم الفكرة هون في لما شفنا هاي الوحدة الختيارة اللي قاعد معها عم تسألها لواحد شاب الفكرة إنه بإنجلترا أي وحدة ختيارة فهي في عندها ملل بحياتها البيت فاضي وما عندها تجديد فهي بتعمل كمان في مواقع بتعمل تواصل مع الشباب حتى يقعدوا معها مثلا بالبيت يعملوا لها تحريك جو بهالبيت ودراسة وجو الشباب هو بيفرض نفسه على بيت فاضي ما في ولا حركة ملل وهذا الموضوع هذا النموذج كثير متعاطى كثير بأوروبا وإن شاء الله من بكرة بقى نبلش من عنا لأنه نحن إلنا قابلية كثير لهالقصص ونحن متعطشين بقى لحتى نعمل هالقصص هلأ هون هذا بدنا نحكي عنه ولكن بعد فيلم الفيديو التالت كمان فينا نموذجات تانية مفتوحة المصدر بس نشوف ريتشل بوتسمان هي إنجليزية الأصل فتحت المجال الاقتصاد التعاوني بقى بيصير قيد التطبيق وتطبق بأوروبا أغلبها هلأ هي بلشت ب 2008 عملت بالتيدكس بسيدني هي كانت أول مقابلة لها بلشت تحكي عن هالقصص وقناة ABC كمان عملت بس مباشر عن هالمقابلة وفكرتها بلشت تنتشر وكتير كانت قابلة للتطبيق وبلشوا يطبقوها ب 2012 كمان كان في عندها كمان لقاء تيد كمان عم تحكي وأكدت إنه التبادل بين الأشخاص اللي عبر الإنترنت شبكة الإنترنت بيعتمد على الثقة شو يعني الثقة؟ أنا لا بعرفك ولا بتعرفني طب أنا كيف واثق فيك إنه يكون في إيجابية بهذا الشيء؟ هذا بيعتمد على عدد التعاملات الإيجابية للشخص إنه أنا هذا الزلمة مقايض قبلي وفي نجاح في عملية المقايضة والطرف الثاني مسرور منه فأنا إجباري رح أتعامل معه ورح تزيد فالثقة أنا فكري إنه يعني مستحيل يمشي الحال مدامه العالم طبقوها ونجحت هالقصة وكان في ثقة فإجباري بتصير عنا ومو ضروري الطرف الأول يعرف الطرف الثاني هلا نشوف فيديو ثالث هو الأصلي اللي عم نحكي عنه ونناقش أفكاره